الربيع العربي، وهذا الشيء من الاقتصاد الاسلامي يعود للاخر ديالو للوجهه ديالو. المراه هذه الايام نراها تستغل في عدد من المجالات، اهمها في انشاء الاعلانات، في الاعلانات التجاريه، حيث نراها تظهر يعني في بعض الاعلانات يعني من منظوري انها يعني تعتبر صارت يعني تعتبر كسلعه يعني من اجل يعني كسب الفلوس، والمرأة يعني تستغل يعني كما نعلم يعني جميعا لمفاتنها، مفاتن جسدها، فتستغل المرأة التي تكون ذات الجسد الجميل، يظهرون في الإعلان للأشياء التي لا يمكن لا تمشي يعني، أو يعني ذات الأثمان الغالية. ما كتعطيش للمرأة القيمة ديالها، كاين الا كانت من الناحيه الاجتماعيه انها كتفضحها، والا من الناحيه الاقتصاديه ما نظنش بلي انها كداك الشيء اللي كتعرضوا هي ان كيسوى داك الثمن اللي كتعرض عليه. ولكن من الناحيه الاسلاميه راه هي المراه براسها راه فتحت راسها، يعني داك الاغراءات ديالها ولا بالمسائل، لانها كتطمح ولا كتطمع اذا بغينا نقولوا في المسائل الماديه. يعني الاسلام راه ستر المراه، ولكن هاد الناس المسائل ديال الاشهار كيستغلوا المراه وكيستغلوها لواحد الدرجه لا تتصور، انها كيغريوها هما بالمال، وهي داك الجسد ديالها ولا من ناحيه الجمال ديالها كتحاول هي ان كتلبي لهم الرغبات ديالهم، باش انهم كتجبد لهم واحد من ناحيه الاقتصاديه، كتجمع لهم واحد الموارد الماليه اللي هي مهويه تاثير على المجتمع، ولكن سلبي اللي ممكن ان كيجر واحد كيقول له واحد النساء اخريات انهم يتغراو حتى هما انهم باش يبينوا داك المسائل ديالهم، ولكن ما كيشوفوش من العواقب ان الا فضحات راسها ان راه فضحات العائله ديالها، راه فضحات النفس ديالها، فضحات المسائل ديال الشباب اخرين، وغراتهم لواحد الطريق اللي هي سلبيه واللي هي ضد الاسلام واللي هي ضد المسائل الاجتماعيه ديالنا ولا الطقوسات الاجتماعيه ولا التقاليد الاجتماعيه ديالنا اللي هي الستره ولا هي الحفاظ على الكرامه ديال المراه بصفه عامه. في الاشهار عاده ما ينظر الى الصوره، الجسد كبديل للمنتوج، وبالتالي يوجد المنتوج بصورة مصغرة مقابل وجود لجسد المرأة في صورة كبرى. إذن ما يثير في الأساس هو جسد المرأة قبل أن يكون المنتوج. إذن تصبح المرأة سلعة يباع بها سعة أصغر منها، اللي هي السلعة التي يريد بيعها أو إنتاجها. رأيي في هذوك اللوحات الإشهارية اللي بخصوص اللي كيستعمل المرأة فيها، أنا ما كتعجبنيش وما بتفقاش معاه. علاش؟ لأن كيبان لي أن وجود المرأة في ذوك اللوحات الإشهارية كيستغلوا غالبا الجسد ديالها والجمال ديالها ولا اللبس ديالها، أكثر ما كيستغلوا الكفاءات ديالها ولا القدرات ديالها اللي بعد الخطرات كتكون القدرات ديالها أكثر أحسن من الجمال ديالها. تشويه المجتمع. المرأة كي درت بحال هكا في شي إشهار ولا بيبليسيتي كيما نقولوا، عندها واحد الدافع كيما نقولوا تاع الجمال، باش غادي تصدر ذاك المنتوج اللي عطاولها الفكرة، فهمتي؟ باش الفكرة توسع، كيشوف لأن المرأة بحال هكا في التصويرة غادي ندافع، لا ما نقولوا قد الراجل عنده واحد الهامش كيما نقول. كاين شي تأثير على الأمة الإسلامية، لحقاش المرأة ماشي كيما الراجل. لحقاش الراجل يمكن الرجال قومون على النساء، فهمتني؟ من الاحسن يدور الراجل، حنا راك عارف الامه ديالنا كي داير. قلت لك يعني الخدمه راه معطيها الراجل، اي حاجه نتاع الراجل ماشي نتاع المراه. شفت هذا اللي كيستغلوا المراه، يعني كيستغل معها شي حوايج يعني مسلحه ديالها، يعني ماشي يعني في التجاره ولا بلا ما نقول لك، راك عارف يعني النويه ديالها اللي راه ناويها، ما يمكنش باش يدير في المراه. المراه يعني راه ما صالحهاش الخدمه ديالها المراه يعني في الدار. يعني هذه القضية نتاع الإسلام ولا الآخر، يعني خصها المرأة يعني نتاع الدار ماشي نتاع الخدمة، يعني نتاع الراجل. لو كان يعني هذيك الخدمة بقات للراجل، يعني الراجل ما غاديش يبقى يتضر معاها هكا في الضروبة ويكريسي ويطلع ويهود. يعني هذه القيمة هذه نتاع الرجال ولا النساء، يعني كل شيء ولا نساء صافي في التالي. لا ما تخص لافام الدين قدسها وعطاها واحد المكانة، حنا نعطيوها المكانة ديالها اللائقة بها. دونك
لي بون بيسيتير ما نضلش انا بعض المرات ما نضلش انا نخرجوا على لو برينسيپ هذا لو برينسيپ ما نخرجوش عليه حيت انا المسائل غاديه في لانا داكشي بالعكس راه معطين انا مي نشوف البانو بيسيتا كيبين لا فام اكثر من نور يعني سابو دي راك تعطيها واحد لامبورطونس دو بلوس دونس ديال لا فام يعني بزاف ديال الناس يقدروا لك هنا منطقه شرقيه ما كاينلاش لا فام تبان في هذا سيرت شي وحدين تيقولوا ان كان كوميرشاليزيو مثلا الجسد ديال المراه ولا شي حاجه مي نهضروا على لا فام كوم بيرسون انديسبونسابل في لا سوسيتي مي كوم ماشي لا فام حنا كنكوميرشاليزيو لا فام ولا ليماج ديال لا فام نو لا فام راه بحال لا فام بحال لا حنا بجوج اتر هومان مي كنهضر اتر هومان عندها دور 50% ديالها في لا سوسيتي يعني ملي كندير ان سبوت بيبيسيتير وكنحط فيه اون فام راه ماشي غير جيت وحطيت اون فام مي إليا دي غيزون علاش حطيت لا فام مثلا هذاك ليكزومبل اللي عطيتيني ديال السوسيتي باين يعني حنا جبنا اون فام حطيناها في البرودوي قد يقول لك مثلا واحد غير كانوا يديروا 10 دراهم كانوا يديروا اون دوميور صافي هذا البرودوي بيع راسو مي كاينه واحد الحاجه اللي تري ايسونسييل اللي كاينه في هذاك الارتيكل هو لا كونفيونس جبنا اون ستار وحطيناها في الميليو ودير هنا 10 درهم دير هنايا اون دوميور صافي دير الى لا كونفيونس هذيك لو ستار هذيك الى لا كونفيونس في هذاك لو برودوي الور لا سوسيتي يعني بحال كتانسيتي لي جون باش حتى هما كيما هاد السيده هذه دارت لا كونفيونس في هذاك لو برودوي حتى انت خاصك دير لا كونفيونس في هذاك لو برودوي علاش لحقاش سي تان بون برودوي. In the United States, the use of billboards is very widely spread. In comparison to Morocco, I saw limited use of billboards in advertisement. It's a big deal in the United States, and of course, it varies from city to city. But pretty much almost everywhere one goes, one sees billboards. Now, there are many ways that are used in billboards to accomplish these three things. We notice quite often that the woman as a character is used often. It has, however, changed over time in the United States. For example, if we were to compare it to a few decades ago, you would see that women dominated in the use of billboards for a number of reasons. In some cases, you would have an attractive looking woman, so it's a way to attract the attention because they were focusing on men consumers. So it attacks, you know, men are to, you know, use beauty to attract. And it can be, in some cases, used as an object, a sexual object or otherwise. And that is the reason why women groups, women organizations, women associations focusing on the rights of women, the equality of women, started fighting back and saying, okay, this type of advertisement is really belittling the woman and making her only as an object. Beauty is one thing, sexual object is another. And that's how you start seeing an evolution in the appearance of women in advertisement in billboards in the United States because of that. There's another element, is that the market has become also more sophisticated. Women are much more into the marketplace. They are entrepreneurs, they are businesswomen, they are very actively engaged in the economy. Today, approximately 42% of all small business is woman-owned in the United States. So automatically, the more women have been able to develop their own financial base, their own economic independence, the more they are targeted as consumers in a smarter and more complex way, rather than only being subjected as before. Now they are active members of society, of the economy, therefore the advertisement has to be smarter.
geared towards the woman who is a leader in the economy, who's doing this, who's producing, etc., etc. So that has affected also the move away from a woman as a sex object to more as a woman professional. So you'll see quite often now the professional look of the woman, for example, in many types of billboard advertisement, depending again on what is the product or the service that is highlighted. نورمال مخص اي شركه تبغي دير شي حاجه في الاخر خصهم يتصلوا بالسلطه المهنيه ويعطيهم واحد الموديل شنو غادي يديروا ماشي الا كانت شي حاجه ولا مي يعني كاين رقابه ضروري الا ما كانش قبليه تكون بعديه اسكو فوزيت بريت ا دوني ان كو دو مان او زون جي بوندون لا بيريود دو لوت كونتر لا فيولونس فيت او فان باغ اكزومبل لو 8 مارس بيان بروبليم جوي بريت جو بو Dès aujourd'hui, si vous avez un spot publicitaire destiné, par exemple, à des actions humanitaires ou sociales, je suis prêt. Merci. الناس يحب الشهوات من النساء. Fear in the sight of men is the love of things they covet. There is a firm called Lucian Motors. They sell second-hand trucks. You know, lorries, trucks. We call them trucks here too? Trucks, we call them trucks. And on the trucks that they advertise, there's a woman in the bikini on top of the truck. Then G Knots, they sell farm implements. And on the tractors that they advertise, there's a woman in the bikini on top of the tractor. I'm asking these Westerners, I said, what has a woman in the bikini got to do with a second-hand truck or with a tractor? Except the man. You see, the woman is being dangled, so he'll read the advert. And BMW, I don't know if you have BMWs here. It's a motor car supposed to be a little better than the Mercedes-Benz. I'm not in the market for it. You see, I started with the Volkswagen Beetle. I did 120,000. I'm still not in the market for a BMW. But I am forced to read this advert in my newspaper. I see a BMW motor car. And with a woman in the skimpiest of bikini, what you call the tanga, you know the G-string. She's standing in front of the motor car and it's written at the bottom, test drive her now. I'm asking the woman of the car, the woman is buying the car. And her is underlined. Test drive her now. I said, look, this is what you're leading yourself to. This is the Westerner. He sells his mother, his wife, his daughter. His wife is a star. And she's been mangled on the screen, simulating rape. And they enjoy it. You enjoy your wife being simulated. It's not real rape. But you know, it's simulated. You can see everything about it. She's being raped, your mother, your wife, your daughter. And you enjoy your wife is a star. Sick. No, Alhamdulillah, praise be to God. We haven't come to that sickness yet, we Muslims. We try to keep away from it. This is your pleasure, your privilege. We have no right to force you. But we say, you are playing with fire, my child, and you're going to pay the price. You're paying the price now, and you will pay the price. Société des femmes graphiques, société à poil pour le fric. On t'agrafe, on te griffe. Société du poste à l'extérieur, société du postérieur. Société de la pose photo, pose ton cul, il est beau. Société de cochon, société on ne cache pas son fion. Société de cache-cache monnaie qui tâche le charme féminin. Plus de femmes à poil sur les panneaux publicitaires. Plus de femmes à poil, plus de femmes à poil. Plus de femmes à poil sur les panneaux publicitaires. Plus de femmes, plus de femmes, plus de femmes. La foutrie. Société de pervers, société de pères de fesses, société de pères empire, on va du séant au néant, société de vicieux, société en slip qui dit mieux, société nue comme les dieux grecs ou romains cachent avec la main, société du derrière, société de l'arrière-train, société du popotin, on vend la croupe comme des crêpes, comme des crêpes, comme des crêpes. Plus de femmes à poil sur les panneaux publicitaires, plus de femmes à poil, plus de femmes à poil, plus de femmes à poil sur les panneaux publicitaires, plus de femmes, plus de femmes, plus de femmes, la foutrie. Plus, 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 plus.
société de salace, société dont on se lasse, société de la lingerie, tendant vers la singerie, société du racolage, société produit collage, société revenue à l'âge de pierre à poil mais sans poil, car la publicité recrute, si tu es rasé, la raison, la pub te fait pute, tu montres ton cul contre des écus. Plus de femmes à poil sur les panneaux publicitaires, plus de femmes à poil, plus de femmes à poil, plus de femmes à poil sur les panneaux publicitaires, plus de femmes, plus de femmes, plus de femmes, la foutrie. Thank you.